نشوف المقر الجديد اللي الخطوط الجوية الجزائرية، نشوف الإشغال راهي يعني تقرب من النهاية نتاعها. لاحظ انه تم نزع السياج تاع الورشه ووضع سياج جديد. إذن وضع سياج نتاع الشركه. وهذه هنا عندنا منطقه لركن السيارات. إذن هذا هو تم نزع السياج وتغييره بسياج آخر. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.